من نيويورك نروح لألمانيا اللي سجلت حوالي 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وصلت عدد الإصابات في آخر إحصائية لأكثر من 56600 حالة. هذه الأرقام بكل أسف أيضاً ما زالت بتزيد، ووصل عدد المتوفين ل 389 متوفي. ده طبعاً زي ما قلت لحضراتكم انه الارقام بتاتي تباعا، لسه يعني في ال 24 ساعه الاخيره هننتظر الارقام النهائيه. اعلن معهد روبرت كوخ الالماني لابحاث الفيروسات اللي اكد فيه انه في ثلاث ولايات لسه ما بعتوش هذه البيانات او بياناتهم الاخيره عن عدد المصابين او لا قدر الله المتوفين جراء هذا الفيروس. احنا بينضم الينا من برلين الاستاذ حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية بالحزب الاشتراكي الألماني. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، يعني عايزين حضرتك تدينا ملخص أو تطمنا عن الأحوال في ألمانيا، خصوصا إحنا بنشوف زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأيضا يعني معدلات الوفيات، وإن كانت الحمد لله رب العالمين يعني مش مرتفعة بالقدر الكبير، ولكن في زيادة في معدلات الإصابة. طبعا في ألمانيا حاليا في حوالي 63000 إصابة، يعني نعتبر في المرتبة الخامسة تقريبا بعد أمريكا وإيطاليا والصين وأسبانيا، احنا الرابعة. الفيروس ده طبعا عارفة مشكلته في انتشاره، يعني اصعب نقطه فيه هي نقطه الانتشار او سرعه الانتشار، وبالتالي بتحاول المانيا دايما انها تخلي منحنى الانتشار مع القدره الاستيعابيه يكون مسطح مش مرتفع، بحيث مهما زاد عدد الحالات يكون في امكانيات هنا متواجده في المانيا ان احنا نقدر نتعامل مع الحالات الموجوده. وبالتالي تم في الايام السابقه بعض القيام ببعض الاجراءات زي مضاعفة عدد المساحات، يعني عدد مرات الاختبار اللي بيقوموا بها يوميا، وفي هدف هنا او عندنا هدف ان احنا نوصل ل 100000 مسحه يوميا. تم مضاعفة اسره العنايه المركزه، وحاليا شركات كتير جدا في المانيا بدات توقف نشاطها الاعتيادي وتقوم بصناعه وتجهيز المعدات الطبيه اللي بيحتاجوها. يعني المانيا بتقدر نفسها طبعا للأسوأ، لان احنا شفنا كل الدول اللي حوالينا، شفنا اللي بيحصل في ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، والولايات المتحده الامريكيه النهارده بقت رقم واحد في 100 تقريبا 143000 على ما اعتقد. يعني بنحضر نفسنا للأسوأ، ولكن في نفس الوقت الجميل جدا والمهم جدا في الموضوع هنا هو التزام المواطن الالماني بالتعليمات اللي اقرتها الحكومه الالمانيه هنا ووزاره الصحه وجهاز الطب الوقائي، وهي دي النقطة اللي خلت ألمانيا لحد النهاردة قادرة على المواجهة، وما بقاش عندنا أو ما فيش عندنا نقطة انهيار المنظومة الصحية زي ما شفنا الكلام ده في إيطاليا وزي ما شفنا الكلام ده في دول تانية، ويمكن يحصل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية قريب. أنا ما أتمناش كده طبعا، ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية في المنظومة الصحية الأقوى على مستوى العالم على وشك الانهيار. يعني هي دي النقطة الأخطر في الموضوع كله، نقطة انتشار الفيروس وسرعة الانتشار. لازم يكون في تكاتف من المواطن في أي دولة في الدنيا النهارده مع المؤسسات الوطنية أو مع الدولة مع وزارة الصحة، ويلتزم بكل التعليمات اللي هم بيقولوها، لأن هم دول حاليا كل دول العالم اللي عندهم رؤية بجد هم اللي شايفين الوضع فعلا، وهم اللي من مصلحتهم ما يبقاش في انهيار في المنظومة الصحية تحت قيادتهم او في الفتره بتاعتهم. طب اذا استاذ حسين، حضرتك بتشوف ان الوضع في المانيا ما زال تحت السيطره حتى الان، يعني ما فيش عدد من الولايات هي الاكثر ضررا، بانه هناك تنسيق على مستوى يعني على مستوى المانيا، يعني الحمد لله رب العالمين نقدر نقول ان هناك سيطره على الوضع. لو جينا كمان سيطره على الوضع، بس ده مش عشان المانيا الحكومه الالمانيه شاطره بس، لا، المواطن هنا بيلتزم بكل التعليمات الوقائيه. طب ايه اللي مخلي في ارتفاع في معدلات الاصابه رغم يعني حضرتك كل ما تتحدث عنه هو ايجابي انه التزام المواطنين، يعني ليه في ارتفاع في هذه الارقام استاذ حسين؟ لان المانيا كان عندها بعض الاخطاء في بعض الاجراءات الاحترازيه، يعني عشان برضه نكون واضحين وصريحين مع بعض.
المانيا بدات خطواتها واجراءاتها الاحترازيه متاخره جدا. المطارات في المانيا قعدت فتره كبيره جدا ما يبقاش فيها اجراءات برضو احترازيه او كشف في المطارات، المواصلات العامه. اثنين، كان في استهتار بالموضوع في البدايه، يعني كانت الحدود هنا مفتوحه، كانوا سايبين التجمعات، سايبين الاحتفالات، الملاهي، المطاعم الى اخره. فكان في بعض الاشخاص اللي مقيمين في الاماكن الموبوءه في ايطاليا وفي الصين الى اخره، وطبعا المانيا سمحت لهم يرجعوا يتحركوا بكل حريه. ما كانش في حس في البدايه نقطه احنا قدام جائحه او وباء عالمي، ما كانش حد متوقع الكلام ده خالص، ولكن سرعان ما ان هم فهموا النقطه دي. ولكن طبعا مع زياده عدد المصابين حاليا، ولكن المانيا من الدول اللي دايما بتحضر نفسها بسيناريوهات بدري. يعني دايما المانيا كل فتره مثلا تعمل خطه لمواجهه سيول او خطه لمواجهه اوبئه، الكلام ده كله بيبقى موجود متشال. لما بيبقى فيه اي حاجه زي كده يبقى جاهز الخطه بتاعته هيقوم بايه او يعمل. ولذلك اول ما شفنا موضوع كورونا بينتشر النهارده، بدات القوات المسلحه الامريكيه تعمل مستشفيات خاصه بيها هي في خيم بتجهزها، بداوا يجهزوا الفنادق، بداوا يجهزوا الصالات الرياضيه، صالات المعارض، يعني بدا دايما يجهز نفسه هنا من اسوء بكثير جدا. ولكن هو لسه لحد دلوقتي ما راحش للنقطه دي بسبب التزام وتكاتف الجميع. يعني فيروس كورونا اي دوله في الدنيا تقدر تسيطر عليه لو في تكاتف ما بين المواطن ومؤسسات الدوله. طبعا تكاتف والتزام وتعاون. هنشوف المشهد بتاع ايطاليا في دول ثانيه كثيره، ودي طبعا انا ما اتمناهوش في اي دوله ثانيه، لان الموضوع خطر جدا جدا جدا، احنا شايفينه بعينينا. بكل تاكيد طبعا يا استاذ حسين، احنا لا نتمنى ده، وسعداء جدا على تدارك هذه الاخطاء زي ما حضرتك ذكرتها، وان يكون في تعاون ما بين الحكومة الألمانية والمواطن الألماني. شكرا أستاذ حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية بالحزب الاشتراكي الألماني.